السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأفاضل. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي على type of injury مهمة أوي 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 بالنسبة للفوت تروما. و unfortunately إن ممكن المايلد فورم بتاعها يمس منا تبعا للقاعدة اللي هي إيه، you see what you know, you see what you are looking for. فالغرض من المحاضرة الصغيرة دي أقول لكم تدوروا على إيه وتدوروا عليه فين علشان الإنجري باترن ده. حد يقول لي طب نبتدي بالاناتومي؟ لا، انا هبتدي بالسيجنيفيكانس. الديزيز ده او الانجري دي، الاسفرانك انجري، اللي هي في المكان ده، اللي هي تارزل ميتاتارزل، تارسو ميتاتارزل جوينتس. المكان ده كومنلي الانجري فيه اوفرلوكت. يا نهار ابيض، يعني ممكن يبقى موجود وما شافوش؟ ايوه، ممكن تبقى الفايندنج الوحيده عباره عن مال الاينمنت. يبقى لازم اشوف الالاينمنت، لازم اشوف الالاينمنت. هنا حاجات كتير انا هختصرها لكم في حاجتين يعني. طيب، العيان بيشتكي؟ ايوه العيان بيشتكي. طب فيلم الفوت هيطلع نورمال؟ للاسف. ليه؟ لان انا بصوره في نان ستريس كونديشن اللي هو الستاندرد. لكن العيان اكشوالي بيشتكي منين؟ بيشتكي لما يمشي، بيشتكي لما يعمل ويت بيري. فلازم علشان يتشخص المايلد فورم بتاعه ان انا اعمل له اصلا ستريس فيو او ويت بيرنج فيو وادور على الالاينمنت. طب لو فقدت الالاينمنت، حته يعني وايدنينج صغيره في السبيس ده اللي هنقول عليه، السبيس ده مجرد ما وايدنت يبقى فيه ليجمنتس انجري، لسه ما حصلش مثلا البون فراكشرز ولا كده، ومع ذلك المانجمنت اجريسيف، ثبت. ايه ده بتتكلم بيه؟ ايوه العيان مش عارف يمشي. بالاضافه ان الانجري دي مع شويه السبلكسيشن ممكن يجي لنا بعديها بشويه دي كومبليكيشنز اكتر، الانجري يتحول الى فراكشر او الليجمنت يتحول الى فراكشر اند، وتبقى المانجمنت اصعب بكتير. تمام؟ فالانجري دي كومنلي اوفرلوكت، ولما بنشخصها اجريسيف تايب اوف مانجمنت، لازم تثبيت. طيب نقول بقى ايه هي الليس فرانك جوينت او جوينتس. اكشولي هي اسمها تارزو ميتاتارسل جوينتس، ما بين الميتاتارسلز والتارسلز. في هنا مجموعه ليجمنتس كتيره، زي مثلا تارسو ميتاتارسل ليجمنتس، وفي انتر ميتاتارسل ليجمنتس. كلام جميل جدا، لكن اهم واقوى واحد فيهم هو ده اللي جاب التسميه عليه، اللي هو ليس فرانك ليجمنت، ما بين الميديال كيونيفورم وما بين البيز اوف سكند ميتاتارسلز. يا رب تكونوا فاكرين الاناتومي ان ده ميديال وانترميديت ولاترال كيونيفورمز، وهنا الكيبويد دي اللي بتعمل التارزو ميتاتارسل جوينتس. اكشولي الجوينت دي لما بيحصل لها ديسربشن او الليجمنت لما بيتقطع بلس اور ماينس بقى فراكشرات، الجوينت دي هتبقى ديسربتد. هتلاقي ده مثلا دخل ميديال، دول دخلوا لاترال، او كله مع بعضه لاترال او ميديال اند سو اون. الكلام ده في الفرنتال وفي الاوبليك فيوز، لكن في عندي لاترال. اللاترال فيو هبص عليه هتلاقوا ان الميتاتارسلز ريحوا الدورسالي، يبقى الليجمنتس دي مش مجرد بتربطهم وبعض بس، لا بتمنع الدورسال سبلكسيشن او الدورسال ديسلوكيشن. يعني حتى لو لقيت هنا حاجه ساتل وعايز اتاكد، اعمل ستريس فيو اللي هو الويت بيرنج فيو، بص على اللاترال فيو في دورسال سبلكسيشن للميتاتارسلز ولا لا. ده الستاندرد اكس راي بتاع الفوت واللي لازم نكون عارفينه. وساعات وانا صغير هي دي الاي بي اللي هي الدورزو بلانتر اللي انا بصور من فوق لتحت، ولا الاوبليك، واقعد اتلخبط ما بينهم. الموضوع هيبقى بسيط خالص. بص على الجوينت سبيس ما بين التارسو ميتاتارسلز. الجوينت سبيس هنا مفتوحه ما بين الفيرست والسكند، اما الباقي كله اوفرلابد. اما هنا الفيلم ده ما بين الفيرست والسكند في اوفرلاب والباقي مفتوح. طالما انا فاتح الاولانيه اللي هي ما بين الفيرست والسكند ميتاتارسلز، يبقى ده الاي بي فيو او الدورزو بلانتر فيو. اما لو فتحت الباقي يبقى ده الاوبليك، واحنا بنعملها ميديال اوبليك. هنا يا جماعه بالاضافه طبعا للفيرست سبيس ده، انا بعلق اكتر على الميديال اسبيكت بتاع التارسل سبور او الميديال تارسل بونز. اما هنا هيبقى حلو قوي ان انا اعلق على اللاترال تارسل بونز، زي مثلا الكيبويد وزي الكالكينيوس، لكن هنا هتبقى الميديال كيليفورم النافيكولار اند سو اون. وده طبعا اللاترال فيو علشان في الالاينمنت بقى على البلين الثاني، هل في دورسال سبلكسيشن ولا لا. فده الستاندرد بتاعنا اللي ممكن يمس التشخيص في بدايته، وهنحتاج وقف العيان، صوره في الوضع ستاندنج اللي هو الويت بيرنج اللي هو الوضع اللي بيشتكي بيه. في عندنا الاينمنت كتيره في الكتب، احنا هنحاول نختصرها الى اثنين. في الاي بي فيو
هبص على الميديال اسبكت بتاعت البيس اوف سكند ميتاتارسال والانترميديت كونيفورم. لو رسمت خط ما بين البيز وما بين الميديال كونيفورم المفروض يكون الايند، تمام؟ الخط ده لازم يعدي الاثنين ويلمسهم مع بعض. طيب في هنا باي ذا واي حته نوتش صغيره اكسبتد، تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ للفرونتال فيو او الاي بي فيو. طيب مع الميديال اوبليك اللي هو بيفتح بقى باقي السبيسز، هنبص على الثالثه مش الثانيه. يعني في الفرونتال او الاي بي احنا بصينا على السكند ميتاتارسال، في الاوبليك هنبص على الثيرد ميتاتارسال، واللاترال كيونيفورم برضو الميديال اسبكت بتاعتهم لازم يكونوا الايند مع بعضيهم ابارت فروم سنه نوتشنج خفيفه. نحاول نشوفها في الافلام القادمه دي. ده مثلا نورمال فوت فيو وجايبينه عشان الاناتومي كده. طب هل ده اي بي ولا ميديال اوبليك؟ تعال نشوف. السبيس ده مفتوح ودول اوفرلابد على بعضيهم وشايف الميديال تارسل سبون فيري كلير، خلاص يبقى ده الاي بي فيو. المفروض لو رسمت خط ما بين البيز يعدي على الميديال اسبكت بتاعت الانترميديت كونيفورم. هو نوتش شويه مفيش مشكله، لكن لو رسمت الخط هيجي على بعضيه الايند مع بعضيهم الايند، مفيش ستيب مفيش سب لاكسيشن. اوكي نخش على الفيلم ده. الفيلم ده اللي هو الايه؟ الفيو السبيسز ما بين الميتا تارسلز مفتوحه من اول الثيرد فورث فيف، لكن الفيرست والسكند في اوفرلاب، يبقى ده ميديال اوبليك فيو. تعال نشوف الثيرد واللاترال كيونيفورم. لو رسمت خط هنا هيبقى الايند مع بعضيه، ايوه مفيش اي ستيب، النوتشنج قلنا ايه؟ اكسبتد، يبقى اذا ده بروبرلي الايند. في بقى الاينمنت هنا لاترال وما بين الفورث في حاجات كتيره، لكن ده للاختصار بصراحه فيري يعني ابليكابل. يعني الالاينمنت واحده في الاي بي والاينمنت واحده في الميديال اوبلي، ودول الاثنين فيوهات بقى هرفعها لكم ان شاء الله الماتيريال علشان برضو ايه تقروا الاناتومي معاها. طيب تاني انا مصور ايه؟ السبيس ده مفتوح ودول مقفولين، اذا انا مصور اي بي. طب ده في هنا حته نوتش مش مشكله، لكن الايند مع بعضيهم. قبل ما نحط الليمنت الخط، لو رسمت هنا خط هيعدي الاثنين على بعضيهم، ما بين دي ودي مفيش اي ستيب. ليه؟ لان الليجمنت ده رابطهم ببعضيهم اللي هو ايه؟ Lisfranc ligament، ما بين البيز بتاعه السكند ميتاتارسال وما بين الميديال كيونيفورم بون. اوكي تعال نشوف بقى الكام حاله اللي رفعناهم على الفيسبوك ونشوف ايه هي الفايندنجز بتاعتنا. ده ستاندرد فوت اكس راي سيريز، ده عندنا الاي بي عرفناه ازاي؟ ان الفيرست والسكند ميتاتارسلز السبيس ما بينهم مفتوح. اوكي اما هنا ده الميديال اوبليك باقي السبيس مفتوحه وده اوفرلاب وده طبعا اللاترال. انا مش شايف سيجنيفيكانت مال الايننج بصراحه، وهنا كويس وهنا كويس، ده بالنسبه لي نورمال فيلم. بس العيان بيشتكي بدورز الفود بين اون ووكينج اون ويت بيرنج، لا العيان بيشتكي. طيب وانا كتبت مثلا اكس راي ريبورت نورمال، الكلينيشن بيقول لي اعمل له بقى ايه؟ ستريس فيو، اعمل لي الفوت ان ويت بيرنج، صوره والعيان واقف. طيب صورناه والعيان واقف، لو انا الاول بصه كده او اول وهله لا شكله نورمال، يبقى قارن ما قبل الويت بيرنج وما بعد الويت بيرنج. في هنا وايدنينج للسبيس ما بين الفيرست والسكند بيزس، تمام؟ الوايدنينج ده لو عدى 2 مللي ده يعتبر درجه من درجات الليسفرانك انجري اللي هي على مستوى الليجامنتس، هي اكشلي ممكن يعني اتلكك واقول لك ده في سنه ستيب، لكن حتى لو قلت ان مفيش ستيب ودي النوتشنج مثلا عاديه، لكن في هنا مين؟ وايدنينج. يبقى اول درجه من الدرجات ان انا الاقي وايدنينج لجوينت سبيس ما بين البيز بتاع الفيرست والبيز بتاع السكند ميتاتارسال بونز اللي ظهر في الويت بيرنج، تمام؟ يبقى دي Lisfranc injury. اوكي يبقى عندنا اول الدرجات او اخف الدرجات، انا هنا طبعا عاملين زومنج طبعا السبيس مش بالكبر ده يعني. فالوايدنج للجوينت سبيس بتاع Lisfranc جوينت اكتر من 2 مللي، اذا فهو Lisfranc injury طبعا في البروبال كلينيكال كونديشن. طيب عيان تروما، باي ذا واي العيان اللي فات ممكن يكون جاي ان تروما، لان هي موست كوملي تروماتيك انليس العيان دايبيتك، تمام؟ هنوريها لكم بقى في بعد فيلمين ولا حاجه.
فدلوقتي عيان تروما وقاعد ابص على الفوت سيريس، العظم شكله كويس وامشي مع كل كورتكس الدنيا كويسه، لكن في اماكن معينه انت بتبص فيها على ساينس معينه، زي المكان ده اللي هو ايه ليسفرانك جوينت. ليسفرانك جوينت او تارز وميتا تارسلز، انا ببص على وايدنينج، انا ببص على ستيب، انا ببص على اي بيري سمول بون تشيب اسمها فليك ساين. تعال بقى نزوم، لان بصراحه الحته دي مش هنعرف نجيبها الا لو استخدمنا الزوم على الماشين. فلقينا ان في حته سمول سيبربل بون فراجمنت موجوده في السبرانك جوينت دي، اكشوالي ممكن تكون جايه من البيز بتاعه السكند وحصل لها سلابت افالجن فراكشر. افالجن فراكشر للبيز بتاع السكند ميتاتارزل اسمها فليك ساين، دي واحدة من نون ساينس بتاع الليسفرانك. لكن تخيل لو انا ببص على الفيلم ككل مش هعرف اجيبها، هي ممكن كمان يكون معاها سنة وايدنينج واعمل ستريس فيو. فنخلي بالنا ان السمول بون فراجمنت دي ممكن تبقى ايزلي ميست هنا طبعا مع البون فراجمنت، البون هي اللي لسه الايند لكن باقي البيز لا بقت الايند تمام. فتخيلوا حاجة زي كده انا جايبها عشان انا عامل زوم كبير في المنطقة دي. طبعا نلعب في البرايتنس والكونتراست والزوم علشان نعرف نشخص الساين دي. العيان هيبقى جاي انتروما، غالبا هاي انرجي تروما، وجاي بيشتكي مش قادر يويت بير. اوكي، تالت علامة بقى ان بدل ما الاقي وايدنينج، هنا في وايدنينج، ممكن الاقي البون فراجمنت اللي هي الفليك ساين، لا في حاجة بقى صريحة مال الاينمنت. انا دلوقتي مصور الاي بي ومع ذلك البيز بتاعه السكند ميتاتارسال نوت الايند مع الميديال اسبيكت بتاع الانترميديت كينيفور. في ستيب، طالما في ستيب في مال الاينمنت، مع ان الفيلم هيبقى فري فروم فراكشرز، لكن دي لوحديها بتقول ان في ليس فرانك انجري. انا بقول دايما ليس فرانك انجري لاني مش شايف الفراكشر. مجرد ما هنشوف الفراكشر عايز تقول فراكشر ماشي، عايز تقول فراكشر ديسلوكيشن ماشي، بس لغايه دلوقتي انا بتكلم في الايرلي ساينز بتاعتنا. الايرلي ساينز اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن وايدنينج، سنه وايدنينج للسفرانك جوينت، سمول بون شيب فليك ساين، مال الاينمنت، مال الاينمنت. يبقى انا بتكلم في 1 2 3 فيري ساتل ساينز، دي عباره عن لسفرانك انجري او ايرلي فيز بتاع لسفرانك انجري. لكن لما ندخل في مرحله بعد كده هتلاقي بقى سيجنيفيكانت انجري. ايه ده، هو مثبت مع ان انا مش شايف حاجه، ده في يعني حته فراكشر خفيف خالص او حتى سنه وايدنج وممكن يعدي عليها الفراكشر. قلنا لكم اجريسيف مانجمنت، مش هتساهل في الليس فرانك جوينت. فالايرلي ساينز دي بتاعت الدكتور الاشعه الشاطر اللي بيبص عليها. لكن العيان بقى جاي لي بالدنيا مكسره وكده، انت دخلت في المرحله الثانيه، ايه هو التايب بتاع الليس فرانك فراكشر ديسلوكيشن؟ ان غالبا في كسور واضحه للجميع ومعاها ديسلوكيشن، انا بس بحط لها التايب. لو العظم اللي هي البيزس بالكامل اتحركت في ناحيه واحده وليكن لللاترال اسبيكت من اول الفيرست ثرو الفيف، يبقى انا بتكلم اسمها هومولاترال تايب. لو لقينا الفيرست اتحرك لوحده في ناحيه بقى اسمها ايزوليتد تايب. ايفن لو لقينا الباقي اتحركوا في ناحيه والفيرست في مكانه هنسميها برضو ايزوليتد تايب. اوكي، طب لو الفيرست اتحرك في ناحيه وليكن الميديال والباقي اتحرك في ناحيه ثالثه في ناحيه ثانيه وليكن لاترال اسمها دايفرجنت. فانا عندي هوم لاترال تايب، ايزوليتد تايب، دايفرجنت تايب. الصوره دي جايبها من ملفات للدكتور نبيل ابراهيم اورثوبيديك كونسلتنت، محاضراته هي الاروع في تعليم الاورثوبيديك راديولوجي على الانترنت، اسمه دكتور نبيل ابراهيم. طيب الحالة اللي بعديها خلاص دي هاي انرجي تروما، تروما قوية جدا من الاي بي فيو. طبعا خلاص واضح ان في هنا مالتيبل بون فراجمنتس، انا عندي في مالتيبل فراكشرز على البيزس بتاعة الميتاتارسلز، عندي كمان في نقول ايه لاترال سبلكسيشن او ديسلوكيشن اوف الميتاتارسلز فروم الفيرست تيل الفورس مثلا ولا حاجه، او ايفن حتى الفيبس، لان المسافه دي المفروض ما تزيدش عن 3 مللي، دي زايده كتير. اوكي، فانا السفرنج خلاص فراكشر ديسلوكيشن، كمل على اللاترال شايفين بقى دورسال سبلكسيشن از ويل. طب لو العيان ده جاي من غير اي هيستوري اوف تروما، في الحقيقه من غير هيستوري اوف تروما، ولقيت المنظر الفظيع ده، العيان ده دايابيتس وكل ده هيبقى تشاركو جوين.
لنيوروباثيك ارثرايتس. فده اتس ليس فرانك هومولاترال تايب لان كله متحرك في ناحيه واحده. طيب ده بقى الفيرست متحرك في ناحيه والباقي متحرك في ناحيه ثانيه، خلاص ده كده ايه دايفرجنت تايب. طيب لاول وهله لما هبص على الرجل دي ده شكل العظم راريفايد ومتكسر، لا ده شكله دايبيتس، بس هو عيان صغير في السن وتروما. فعلا يا جماعه عيان الدايبيتس هيبقى مدي المنظر ده، بس طبعا بقى هتلاقي اكستنسيف فاسكولار كالسيفيكيشن، ممكن تلاقي امبيوتيتد تو، ممكن تلاقي كمان جاز في السوب تيشو لان مثلا سوبر ادد اوستيومالايز اند. لكن ده حد صغير في السن وباص يعني عدى على رجلي، فخلاص هرشم له الحته دي. هاي انرجي تروما، في عندنا مالتيبل فراكشرز وفي ديسلوكيشن وفراكشرز ثانيه غير الليس فرانك، انا هوصفها لكم هنا كلها. وما تنسوش الدورزال سبلكسيشن. دي كده التايبس بتاعه الليس فرانك: فراكشر، ديسلوكيشن، هومولاترال تايب يعني كله راح في ناحيه واحده، ايزوليتد تايب، بس نخلي بالنا الايزوليتد تايب جرى العرف نقول ان الفيرست هو اللي اتحرك. طيب لو الفيرست هو اللي ثبت والباقي برضه اتحرك اتس تايب اوف هوم اوف ايزوليتد تايب، بس هن بي 1 وبي 2 كده. طيب اخر واحد بقى ان ده يتحرك في ناحيه ودول يتحركوا في ناحيه تانية، يعني دايفرجنت تايب. ايه ده، هو العيان ده ممكن يكون دايبيتك؟ ايوه انا حاسس ان في هنا سنه يعني امبيوتيشن. ولو سالنا عن العمر وبصينا كمان على الفاسكولار كالسيفيكيشن، ممكن فعلا يكون دايابيتس وحصل الكلام ده لوحده. فيا اما مع تروماتيك كونديشن هاي انرجي تروما، يا اما نون تروماتيك كونديشن دايابيتس نيوروباثيك ارثرايتس. نجمع بقى الساينس بتاعة الليس فرانك ونحاول نركز في الحاجات الصغيرة دي. في عندنا ساتل ليس فرانك انجري، جاست وايدنينج لجوينت سبيس ليس فرانك جوينت، وهتبان احسن مع الاستريس فيو او ويت بيرنج فيو. مال الاينمنت، يبقى انا عارف الاينمنت ايه في الاي بي والاينمنت ايه في الميديال اوبليك. فليك ساين، يبقى لازم نزوم على الحتة دي اشوف حتة فيري سمول بونت شيب موجودة هنا ولا لا. فالساتل ليس فرانك انجري هي دي اللي هتعوز المجهود منها. لكن سيجنيفيكانت ليس فرانك انجري او دايبيتك فوت، تمام، فراكشر ديسلوكيشن كله اتحرك في ناحيه واحده هومولاترال تايب، الصباع الكبير اللي اتحرك لوحده او الباقي اتحركوا لوحديهم والجزء الثاني هيبقى ثابت ايزوليتد تايب، او الصباع الكبير اتحرك في ناحيه والباقي اتحرك في الناحيه الثانيه يبقى دايفرجنت تايب. فدي كده الليس فرانك انجري اند ليس فرانك فراكشر ديسلوكيشن. اي هوب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ونشوفكم في فيديو تاني. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.